ينقصهم شيء في اللعب الجماعي، ينقصهم شيء ايضا في رتم ممتازه جدا في رتم المباراه، كنت اقول ينقصهم شيء. ولقطه رائعه جدا بواسطه اللاعب شجاعي امام البلده، ومراوغه رائعه من مسعود شجاعي. شوف اوب، اولى والثانيه بامتياز اللاعب الايراني فريق فالنسيا الى اقحام بابلو هرنانديز في نهايه هذه المباراه. اللاعب الايراني شجاعي يعمل اشياء جميله جدا ومؤثره على الناحيه المعنويه لعناصر فريق فالنسيا، ويستفيد من خطا هنا امام زوج لاعبين. ممتاز جدا شجاعي، بروده دم كبيره وبروده اعصاب سمحت له بان يقلق المدافع الايسر ايميليانو موريتي ويتفوق على لاعبين في مساحه صغيره. حكم ما يقول ولا شيء، ترجع لماتا مرة أخرى والتغطية ممتازة، يتمكن من هذه الكرة وخطأ لصالحه. نعم هنا من المفروض أيضا بطاقة صفراء، نعم حكم يخرج البطاقة الصفراء في وجه إيدو، كأنه الإثارة تزداد مع مرور الدقائق والنرفزة أيضا. تزل المراوغة من مسعود شجاعي.